خلينا نيجي كده نبتدي كابتن سلعاوي، طبعا نتكلم عن البطوله العربيه والحدث الاهم دلوقتي في الباسكت واللي كلنا متابعينه بصفه عامه. رايك ايه عن البطوله؟ البطوله شايفها ازاي؟ خلينا نتكلم جنرال وبعد كده نخش في تفاصيل وارقام. اتفضل. بطوله طبعا، البطوله دي بطوله صعبه لان في اربع فرق على الاقل من ضمن الفرق مستواها عالي جدا. طبعا النادي الاهلي رايح الحمد لله كامل العدد بتاعه، وفي نادي الاتحاد السكندري والرياضي اللبناني والكويتي الكويتي. الحاجه الحلوه اللي في البطوله دي مؤازره الجماهير الاهلاويه لفرقه النادي الاهلي بطريقه يعني طريقه جميله جدا وطريقه اسعدتنا جميعا. طبعا برضه هتلاقي الرياضي اللبناني ليه جمهوره هناك، النادي الاتحاد ليه جمهوره، الكويت الكويتي بلده وبتتعمل على الارض وكده. لكن انا اعتقد ان البطوله دي هتبقى من اصعب البطولات لوجود اكتر من فرقه واكتر من منافس. الامور ماشيه بحيث ان الاول النادي الاهلي قدر يتصدر بعد ثلاثة فوز، قدر يتصدر مجموعته، واخيرا كان على الرياضي اللبناني، وده هيجي طبعا في طبعا الكلام مع الكلام في سياق الكلام. تمام. ونادي الاتحاد السكندري برضه في المجموعه الثانيه طلع الثاني بعد خسارته من الكويت الكويتي فريق باسكت. لكن برضو دي كلها لسه مؤشرات أولية، يعني لسه مؤشرات أولية. هو ما يصعب هذه البطولة إن هي تكرار لبطولة العام الماضي، إن النادي الأهلي هيقابل نادي الاتحاد في الدور اللي قبل النهائي. سكتنا. طيب طبعا دي لسه هي صورة هي كمان لجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتساند في فريقنا في الكويت. وبالمناسبة أنا عايز أقول لك ملحمة كبيرة جدا، ملحمة وطابلو جميل بيقدمه جمهور النادي الأهلي العظيم في أرض الكويت. وعايز أقول لكم إن في بعض المباريات كانت في أوقات الدوام والشغل، ولكن النادي الأهلي أو الجمهور النادي الأهلي قدم أجازات وجي ساند فرقته، وطبعا أكيد الأشقاء في الكويت ساعدوهم على ده. منظر جميل وحاجة تفرح. برضه اللي ساعد إن المنظر ده والطابلو ده إن بقت فرقة النادي على قدر المسؤولية. صحيح. وفرقة تحترم والله يا كابتن، حتى لو الفرقة مش هتكسب الجمهور النادي الاهلي بيروح. والله انت بتقدر تقول ان هو يعني مخلي التابلو شكل حلو اللي هو اداء الفريق، ولكن حتى لو الفرقه يعني لا قدر الله ما كانتش بالمستوى دي، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم في كل مكان، وانا من هنا الحقيقه بوجه لهم كل التحيه وكل يعني هو منظر رائع تتحدث عنه جميع الوسائل الاعلاميه. طبعا 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 اكيد.